أهلا وسهلا فيكم متابعي وكالة رم. اليوم من أعماق غابات عجلون الشامخة، وتحديدا من أبرز معالمها تلفريك عجلون. اليوم راح نأخذ جولة لنتعرف على تلفريك عجلون ونشوف زواره كيف رأيهم في هاي التجربة الساحرة. عافية نتعرف فيك. أهلا وسهلا حبيبي. أنا الدكتور هاني عطار جامعة الزرقاء. من وين حياك الله؟ سكان عمان. اسمي ساني. أهلا وسهلا فيك. أول زيارة لك على التلفريك؟ نعم أول زيارة. كيف كانت التجربة؟ لا ممتازة والله، ما شاء الله حلوة، عن جد حلوة، الأولاد انبسطوا وهينا إن شاء الله تمام. كيف التلفريك عم؟ عجبك التلفريك؟ حلو؟ حلو كتير؟ حلو كتير. بدك ترجع لي مرة ثانية؟ تيجي مع بابا مرة تانية هون؟ مش العب. يا حاضر حبيبي. وانت يا كركي؟ كيفك؟ منيحة. شو اسمك؟ منيحة مالك ضلنا. كرن. شو اسمك؟ كرن. عجبك التلفريك يا كرن؟ عجبك التلفريك؟ اه. بترجع عليه مرة تانية مع بابا؟ اه. يا حاضر حبيبي. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية، نتعرف فيك. الله يعافيك، أحمد القضاء. سيد الحوراني. سكان وين؟ سكان عمان. عمان. أول زيارة على التلفريك؟ لا والله هاي ثاني زيارة. كيف شعوركم وتجربتكم بالرحله؟ إيه والله ما شاء الله، يعني شيء رائع ومرتب، والترتيبات اللي موجوده كلها حلوه وشيقه، حتى الاولاد يعني بنتي الصغيره هي طلبت انها ترجع مره ثانيه. كيف كانت الرحله على التلفريك؟ حلوه ما شاء الله كثير، هاي مره ثانيه بنعيدها. يعطيكم العافيه. لطيفه. الله يعافيك. شكرا لكم. عندكم هون نتعرف فيه جعفر عبد المنعم عناسوة. من وين؟ من الصلد. كيف كانت الزياره في التلفريك؟ لا ما شاء الله بتجنن، الله يبارك لكم. الله يعافيك، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه، نتعرف. الله يعافيك. زيد. من وين نزل؟ من اربد. اول زياره على اول زياره لتلفريك عجلون مع العيله كلها. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك، تسلم. كيف الزياره كانت؟ جميله جدا. عجلون مكان حلو عندنا بالاردن، ومشجع دائما من الجنوب للشمال شرق غرب يجوا يزوروها، هي رئه التنفس بالاردن. جمال طبيعة جدا حلو، والتلفريك كان جدا جميل. الكابينات نظيفة، التعامل ممتاز. بس بدي أذكر شغلة، إذا بدكم كاش تعالوا المحطة 2، أما التذاكر الإلكترونية محطة 1، عشان ما تخربطوا. صارت هيك؟ أكيد. فاشترينا أونلاين وكان جميلة جدا، يعني استمتعنا الحمد لله. يعطيكم العافية. شو اسمك؟ تالين. تالين، أول مرة تجي على التلفريك؟ آه. كيف كانت التجربة؟ حلوة. حلوة. أول مرة بتزوري التلفريك؟ أول مرة بزور التلفريك، لكن عجلون زمان بقيت أزورها كثير. كيف كان شعورك في تجربة التلفريك؟ الحمد لله، المهم زرت عجلون، زرت التلفريك وتفرجت على بلدي القديمة. أنا أصلي من عجلون. الله يعطيك الصحة. عشيرتي أصلها من عجلون.
والنعم يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لك. وشكرا لك وانتم. يعطيك العافيه. طول العمر. السلام عليكم، نتعرف فيك؟ انا اسمي ناصر العطاوني. من وين حياك الله؟ انا الاصلي فلسطيني بس من المانيا جاي. اول مره بتزور الفريق في عجلون؟ اول مره. نعم. من وين عرفت عنه او كيف كمان شفت؟ والله انا نصحوني في اقاربي، يعني اخوي ونسايبي هون، وانا بقرا عنه يعني في المانيا. يعني اول ما قررت اجي ازور البلد شفت شو الاماكن السياحيه لازم الواحد يزورها، فافضل شيء طلع عندي جرش، عجلون، البتراء. بس حاليا يعني زرت جرش وعجلون والبتراء ان شاء الله بالايام الجايه ان شاء الله. كيف كانت تجربتك في التلفريك؟ والله رائع صراحة. يعني أنا أول مرة بركب تلفريك، والحلاوته أنه يعني الوقت طويل، مش زي تلفريك لبنان وقته قصير أو المسافة قصيرة بين المحطة والمحطة.